خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الرحيم، قناة الجالية العربية. اليوم غادي نتكلموا لكم على الإيزاي ديال 2021. الناس اللي عندهم الدخل ديال المواطنة، يعني الكارتة ديال ريديتو ديال تشيلادينانسا، راه خاصهم ضروري يديروا يعني التحديث ابتداء من اليوم. وهذا التحديث في الايزاي راه كاين بعض الناس يقول لك لا راه اخر اجى نهار 31. لا يا اخي، راه الا درتي انت نهار 31 راك ما غاديش تخلص في هذا الشهر ديال الكارطه. اذا ما عليك الا ديروا بسرعه، الا درتيه قبل من 15 راه غادي تخلص في اخر الشهر. ما درتيش درتي معطل راه ما غاديش تخلص في هذا الشهر، غادي يضيع لك. لهذا ما عليكم الا تتبعونا في هذا الفيديو، راه حنا غادي نديروا لكم بالصوت والصوره طريقه تحديث الايزاي مباشرة من الموقع ديال الإيمس. والناس اللي بغى يعرف راها سهلة الأمور وبسيطة جدا، ما عليك إلا تكون يكون عندك البين ديال الإيمس، راه مازال صالح لحد الساعة. هما اللي قالوا أنهم مبقاوش تيعطيوه، لكن راه ممكن تدخل به دابا وهانتوما غادي تشوفوا بنفسكم. كذلك ممكن تدخل بسبين. إذا كما تتشوفوا غادي تدخل الموقع ديال الإيمس وغادي تضغط على هذه انترا اماي امبس اللي تشوفوا دابا. بعدها غادي نقول لك لهذه الصفحه، انت الا كان عندك البين تدير الكود شي فيسكالي ديالك وتدير الكود، او عن طريق سبيد تضغط على سبيد وتختار شكون جيستوري اللي عطاك السبيد، يعني هو اغلبيه الناس يديروا ديال البوسطه ديال البريد. اذا حنا غادي ندخلوا بالبين، يعني هذا الناس اللي بغى يدخل حتى بالكارطه ايدنتيتا، حتى هي راه عندك هذاك البين تا هو اللي تعطيك الكارطه راه تا هو صالح. اذا كما تشوفوا انا غادي ندخل دابا غير بالبين. هنا ها هو دخلني للصفحه لداخل. اشنو غادي دير؟ غادي تضغط على ريت شركه البحث وغتكتب ايزاي، غادي يطلع لك هادو. انت تضغط على ايزاي بوست ريفورما 2015 الاولى اللي على اليسار. كاين ايزاي بري كومبيلادو، هذا اللي جاهز، هو الدوله تترسل لك واحد جاهز، ومن الاحسن تنصحكم ما ديروش. علاش؟ لان فيه عواقب كثيره وغادي نشرحها لكم. اذا ملي تضغط على هذا على اليسار تيخرجك في هذه الصفحه ديال الايزي. هنا غادي تلقى مجموعه من الاسئله. هنا تيقول لك الايزي موديلو نون بري كومبيلاد، يعني ماشي جاهز، وكاين الايزي اللي هما تيرسلوه جاهز. ولكن هنا غادي تعرقل نفسك. علاش؟ لان تيرسلوه لك وخاصك تعاود كونتروليه وتعاود تجاوبهم وتسنى يردوا لك عاد باش ثاني تعاود تكون، يعني خاصك واحد المراحل ثلاثه المرات باش انت تكونفيرمي. وانا نظن من الاحسن، هذا راه صعب عليكم، ديروا هذه اسهل شيء. انت غادي دير اكويزيسيوني جديده، يعني هنا كما تشوفوا كاين السيمولاسيوني، هذا خاصه للناس اللي بغى يشوف حتى مثلا اللي باقي ما دفعش الريديتو بغى يعرف شحال خاصو يشد فيها. هنا تدير انيتو اكويزيسيوني تيخرج لك هذه الصفحه، ضروري تضغط على هذا هنايا لتحت تتاكد وتدير اوكي، تيخرج لك هذه الصفحه. هنا فيها جوج ديال الانواع ديال الايزاي. الاول شيء تتسمى دي اس او ميني، يعني نصف، وكاين دي اس او انتيغرالي، يعني انتيغرال كامل، هذا شامل. اذا هما كاينين ثلاثه الانواع، ولكن غنتكلم لكم على جوج ومن بعد غادي نشرح لكم النوع الثالث. اذا انت الا كنتي بغيت يعني في حيره من الامر ديالك، اشنو اللي بغيت تعمر؟ واش دي اس او الميني ولا الانتيغرالي؟ سهله وبسيطه. انت الا كنتي هنا كما تشوفوا عندك وليداتك مينور، يعني قاصرين، وانت والزوجه ديالك والاولاد عايشين في نفس المنزل، راك انت تعمر هذا الميني. هنا كما تشوفوا الناس اللي ما يقدروش يعمروا الميني شكون هما؟ هادو اللي عندهم اولادهم في الكليه وعندهم الاولاد ديالهم، يعني ديزابيلي، عندهم اعاقه ولا عندهم الانفاليديتا، راه ما خاصوش يدير هذا الميني. كذلك اللي الوالدين ديالو عايش غير مع الام ولا غير عايش غير مع الاب، يعني مفارقين، مطلقين ولا مفارقين، حتى هما راه ما عندهمش الحق يديروا هذا الميني، هما خاصهم يديروا الاخر. كذلك الناس اللي في العائله اللي مثلا عندهم واحد البنسيوني سوشالي، يعني هما تيخلصوش الضرائب، معفيين من الضرائب، حتى هما راه ما غاديش يعمروا هذا الميني. كذلك اللي عنده وليداته واصلين حتى للدكتوره وتيقراوا على الدكتوره، راه ما عندوش الحق يعمر هذا الميني. اذا هذا الميني خاص بالعائلات العاديه اللي عنده وليدات وعايشين مع بعضياتهم، ما عندهم حتى شي واحد معاق، ما عندهم حتى شي واحد مريض ولا عنده الانفاليديتا، راه غادي يعمر هذا الدي اس او الميني. اما اذا كان عندك واحد من هذوك الاشخاص اللي تكلمنا عليهم من قبل، اشنا هما؟ هو يكون عندك واحد في ولادك
مريض ولا عنده يعني مريض تنقصد به عنده 104 يعني عنده الانفاليديتا، ولا تنقصد به عندك واحد الولد ديالك ولا البنت ديالك تتقرا في الكليه راه خاصك تعمرو هذاك الايزي انتغرالي. كذلك عندك ولدك ولا الابن ولا البنت تيقراو في الدكتوره حتى هما نفس الشيء خاصهم الانتغرالي. الى عندك اي واحد سواء انت ولا المراه ديالك ولا الوليدات عندهم 104 يعني عندهم الانفاليديتا راه خاصك تعمر هذا الايزي انتغرالي. حنا اليوم في الموضوع ديالنا غادي نعمرو الدي اس او ميني، ملي تضغط عليه تنقلك لهذه الصفحه. اذا كما تشوف هذه الصفحه شوفي هذاك المثلث الاصفر تيقول لك بان الناس اللي عندهم تيقراو على الدكتوره ولا اللي عندهم لا ديوراسيون ديال المينوران ديال القاصرين اللي ما ساكنينش معاهم الوالدين ديالهم يعني عندهم غير الاب ولا مع الام راه ما عندهمش الحق يعمروا هذا يعني في هذا الميني. اذا هادو كل اللي عنده القاصرين وليدات صغار وعايشين مع بعضياتهم وما عندهم حتى شي واحد عنده الاعاقه تيضغط على انيسيا هاد البريكومبيلاسيوني. وحاجه مهمه كما تشوفوا انه انت غادي تضغط على هذيك كما درت انا تحت النوكليو فاميلياري كاينه كوبيا اداتي ديال النوكليو فاميلياري ديال دياسو ان كورسو يعني المعلومات اللي كانت عندك في السنه السابقه تعاود تتعاود الامبس تنقلها لك يعني باش ما تبقاش انت تعاود من جديد يعني بطريقه سحريه بسيطه تعاود يحط لك كل شيء المعلومات وهما هنا تخرجك هذا تدير سي يعني موافق وتخرجك. انا دابا تنعمر لواحد الدري اللي هو في العائله ديالو غير بوحده بنفسه. انت الا كنتو 3 4 راه غادي تطلعوا كاملين في العائله يعني في هنا في الايزي القديم هذا راه الايزي القديم. اشنو خاصك دير؟ غادي تجي هذا المكان وغادي تضغط عليه ودير كومبيلاي داتي. علاش؟ باش تزيد تغير المعلومات ديالك. هنا ملي تدير كومبيلا داتي راه تيخرجك لصفحه اخرى. هاد الصفحه الاخرى اشنو فيها؟ فيها لي داتي اناغرافي شي تيقول لك الا انت غيرتي اي حاجه تغيرات تتزيدها. يعني بالنسبه لك هنا راه كلشي تعمروه لك اوتوماتيكي يعني راه ما كاين حتى شي حاجه تغيرات. اش دير؟ تعاود تراجع الاسم هذا وال يعني وكل شيء المعلومات ما يعني ما غاديش تغير حتى شي حاجه. هنا الا كان مينور يعني قاصر هي اللي تضغط عليها وكانش تدير سالفا ايفاي افانتي يعني تيخرجك لهاد الصفحه هذه. اذا كما تشوفوا في هاد الصفحه انت الى ضغطتي على هذاك الازرق الى كنتي انت عندك السكن مغاير للريزيدانس يعني عندك دوميشيليو في مكان وعندك ريزيدانس في مكان تضغط على هذاك على هذيك الكازيلا. اما الى كنتي عندك نفس الريزيدانس راه ما تضغط على اي شيء تتخليها وتجي هنا المكان ديال العمل تتحيدهم كاملين. نصحك ما دير حتى شي حاجه لان كما تشوفوا كاتبين بان فاكولاتيفو يعني غير اجباري لان الدوله هي اللي غادي تديرها بنفسها. هنا تندوزو الباتريمونيو موبيلياري. اشنا هو؟ هو الحساب الفلوس اللي عندك في البنكه. اذا انت الا كان ما عندكش الفلوس تدير هذيك الفوقانيه تقول نو ما عنديش انا حتى شي حاجه. كان عندك الفلوس تدير سي وتدير ابليكا تيخرج لك بحال الصفحه. هنا تخرج بان فيها صفر. اشنو خاصك دير انت؟ تجي لتحت وتدير اجونجي اون باتريمونيو. يعني ملي تضغط على اجونجي اون باتريمونيو تخرج لك المعلومات. اشنا هو المعلومات؟ غادي تدخل انت اول شيء هنا غادي تدخل واش انت عندك كونتو كورنتي ولا عندك غير كارتا بريباغادا العاديه ولا عندك داك الليبريتو ديال البوسطة ولا عندك واحد الكونتو يعني في دوله اخرى. انت تدير كونتو كورنتي. انا درت مثلا هذا السيد عنده البوسطة يعني بوست ايطالياني تدير البوسطة هنا الاسم ديال البنكه ولا ديال البريد اللي انت معاه. كذلك هنا ضروري باش تعمروا الايزي راه خاص تكون عندك يعني هذا السالدو اي غياتشانسا ميديا. غتمشي للبنكه ديالك ولا البوسطة غتقول لهم بغيت السالدو ولا الغياتشانسا الى حدود 31 في شهر 12 2019. يعني هذا الايزي راه تيمشي على حتى الاخير 31 شهر 12 2019 دائما سنتين قبل. هنا من الناس اللي عندهم اونلاين راه يدخل البنكه ديالو ولا البوسطه اونلاين وغيلقاه مكتوب راه موجود ابتداء من البارح حاطينه. اذا ملي تدير السالدو شحال عندك والكياتشانسا شحال عندك تجي لهنا وتدير الكوديسي فيسكالي ديال من ديال هذيك البوسطه ولا ديال البنكه. راه الكوديسي فيسكالي والبارتي تائفا راهم بحال بحال. تتهزو من الورقه ديالك وتتعاود تحطو هنا تيقول لك بلا ما ديرو لان فاكولاتيفو امتى بدا وامتى سالا تدير سالفا يعني في الاخير كاع اللي فيها فاكولاتيفو ما تتعمرهاش.
يعني غير اجباريه، ولي اوبليغاتوريو يعني اجباري تتعمرو وتدير سالفا. يعني هنا احنا سالفينا دابا هذه، اذا غادي نمروا اشنو طلبوا الباتريمونيو ايموبيلياري. يعني انت الا عندك شي منزل ما عندكش ماشي مشكل، وحاجه مهمه بالنسبه للناس اللي عندهم المنازل، انت الا شريتي الله شريت المنزل في 2020 راه ما غاديش تحتاج ديكلاري. هنا خاصك ديكلاري اي منزل شريتيه الى حدود 31 شهر 12 2019، من بعد هاد لادات ما غاديش ديكلاري، لان هذا ديكلاراسيون انت تمشي على سنتين فما قبل. انت غادي ديكلاري الى درتي ايزاي كورانت، اما انت مادام درتي الايزاي العادي راه غادي ديكلاري الى حدود 31 في شهر 12 2019. كنت انت شاري الدار قبل من هاد لادات غادي ديرها، ما كنتيش شاريها راه ما تحتاجش ديرها. اذا اش غديروا ثاني؟ غادي تدخل الريديتو الدخل. هنا نصيحه، هنا ما ديروا حتى شي حاجه، بلاصه ديال الدخل تدير الى انت كنتي خدام شي خدمه وما ديكلاريش، يعني ما شاتش فيها الموديل اونيكو، ما شاتش الكود، ما دايرش سات تيترينتا. الا كنتي في هاد ثلاث الحالات ما ديرهمش وخدام مع شي شيباني ولا شي شيبانيه وتيعطوك 1000 اورو في السنه، راه ما عندكش لوبليغو باش ديكلاري، هذيك غديكلاريها هنا فقط. كنتي ما عندكش هادشي وعندك الكود قانوني وعندك الموديل اونيكو، ما تحتاج دير والو، غتخلي هادشي فارغ وغتمشي ودير سالفا افانتي. كذلك هنا تيقول لك واش عندك دي اسانيه شيكات هاد، يعني ما والو، هنا خلي هادشي كلشي فارغ وسير دائما سالفا افانتي. هنا تيقول لك واش عندك شي سياره، مثلا هاد السيد عنده سياره، انتوما مثلا اللي عندك سياره تدير اجونجي اون فيكولو، عندك موتور حتى هو الا كان بالطارقه، يعني فيه الطارقه راه خاصك ضروري ديرو وبالاسم ديالك، ما كانش بالاسم ديالك ما ديروش الحاجه اللي في الاسم ديالك ولا في الاسم ديال مراتك ولا وليداتك فقط. وتجي في الاخير تدير تورنا على ديكاراسيوني، تجي هنايا تلقى هاد الصفحه داري تتهبط لتحت، هنا في هاد الكازيلا اللي فيها بالخضر تجي دائما لهذيك البلاصه اللي فيها بحال الساروت وتضغط عليها، علاش؟ باش تضيف الريزيدانس ديالك فين ساكن. اذا هذه كومبيل دي موديل دي بازي، اذا تجي هنا تضغط عليها كومبيلا داتي، تضغط على كومبيلا داتي غادي يخرجك في صفحه اخرى وغايقول لك دخل لنا المعلومات. هاد المعلومات فين غتلقاوهم؟ في الكونترا، في العقد ديال الكونترا. اذا انت معلك الا الروجيستر ديال الكونترا غادي تمشي ليه وتما غادي تلقى كل هاد المعلومات. اذا اش غادي تلقى؟ غادي تلقى هنا انديريتو وغادي تلقى التر انفورماسيون ديال النوكليو فاميلياري. اذا هنا الا انت عندك الوليدات راه تتعمر هنا، كنتي انت خدام راه تدير هذيك الكازيلا الفوقانيه، انت ولا المراه ديالك خدامه، كنتوما خدامينش بجوج ما تدير حتى شي حاجه، تتخليها فارغه، كان واحد فيكم خدام في هذيك الاولى فقط، اما التحتانيه هذيك الا كنتم فارقين ولا كنتي تتصرف على الاولاد وهما في جهه اخرى. كانوا عندك ثلاثه ديال الوليدات راه غادي يطلع لك مباشره واحد الكازيلا بان عندك تريفيلي وغادي دير اوكي، تضغط عليها ودير سالفا. هنا ما درتي حتى شي حاجه ما تدير سالفا. هاد السيد مثلا ما خدامش، حنا غادي نحيدوا ليه هذه، يعني هذه اللي كنت الكازيلا اللي دير غادي نحيدها وتتمشي للريزيدانسا، يعني هنا السكن تضغط عليها تعطيك هنا لي داتي برينسيبالي. هنا تدير الانديريسو العنوان ديال المنزل اللي انت ساكن فيه اللي داير عليه الكونترا، اذا تدير العنوان ديالو فيا مثلا، تجي النومرو شيفيكو الرقم ديال المنزل او الشقه، هنا الكاب يعني الكاب ديال المدينه اللي انت تابع ليها، وكذلك البروفينس العماله، والكوموني هي الكوموني اللي انت ساكن فيها، المدينه اللي ساكن فيها. هنا التيبو ديال لابيتاسيوني، واش في الملك ديالك؟ هنا اوبليغاتوار، اي حاجه لقيتوها اوبليغاتوار عمروها، ولا لقيتوها فاكولاتيفو ما تعمروهاش. اذا هنا اذا كان المنزل في سميتك تدير بروبيتا، كان إيه في الكراء اللوكاسيوني، كنت انت شاد منزل فابور ان كوموداتوزو، راه فابور يعني عندك كونترا ولكن كوموداتوزو، تجي الكونترا هنا هاد المعلومات راه كاينه في الروجيستر ديال الكونترا. اش تدير هنا؟ تدير شكون هو اللي في سميتو الكونترا، يعني انت الشخص اللي كاري، تدير الكود شي فيسكالي ديالك هنا اللي اوبليغاتوار. الا كان في سميتكم حتى جوج الناس ما تحتاجش دير بجوج، لان الثاني غير زائد، علاش؟ لانهم غيطلعوه اوتوماتيك. هنا تجي الاستريمي، يعني الاستريمي ديال الكونترات، وهذو هما الروجيستر الداتا، انت تسجلت هذيك الكونترا العقد ديال المنزل، كذلك السيري، السيري راه اغلبيه تيكون ثلاثه، والرقم ديال التسجيل، وكذلك الكود شي اوفيتشو، يعني الاوفيتشو اللي سجلتو فيه اللي تابع للعماله ديال الفينانسا ديالكم،
وهنا الكانوني يعني حتى تخلص في السنة ماشي في الشهر، في السنة فقط. وهنا تجي الكونيوجي يعني إذا كنت تزوج الزوجة ديالك واش معاك تدير دي كيرانتي، إذا كانت ساكنة معاك، كانت ما ساكنش معاك تدير دي الكونيوجي يعني السكن ديالها هي فين ساكنة هي. هنا تنديرو هنا ديال دي كيرانتي وتنديرو سالفا. بالنسبة للمعلومات الأخرى يعني هنا ملي تنعمرو هذه تعاود يرجعنا الصفحة هذه أش يقولك سوتو سكريبي هاد يعني الإيزي صافي سالينا دابا بقات غير المرحلة الأخيرة. أش تقول هاد لا بريزنتيديسيو فياني سوتسكريتا انت 3 في شهر 1 2021 يعني اليوم شهر واحد تدير اللوغو انت فين عمرتيها المدينه اللي ساكن فيها. هنا احنا درنا المدينه ديالنا احنا تشيفي تاغاستيلانا، وتجي هنايا تتخلي هذيك نوتي تتخليها فارغه لان فاكولاتيفو كما قلت لكم. هنا اوبليغاتوار اش يقول لا ديليغا، واش انت يعني داير ديليغا لشي واحد هو اللي عمر لك؟ لا غتقول انا لانك انت داخل من الايزي من السبيد ديالك ولا من البين ديالك تتخليها نيسون ديليغا وتدير اتشيتا اي سوتوسكريفي. وهنا ملي تدير اتشيتا اي سوتوسكريفي صافي تيخرج لك النومرو ديال البروتوكول وتيقول لك راه البروتوكول راه لا براتيكا اي بروتوكولادا، وما عليك الا تسنى واحد 3 ايام ولا 4 ايام وصافي غادي يخرج لك الايزي. ملي غادي يخرج الايزي راه ما تحتاج دير حتى شي حاجه. كاين بعض الاشخاص ياخذ الايزي وتيمشي للنقابه الكاف ولا هذا، لا ما تحتاج ولا شيء يعني تحتاج اوتوماتيكيا الامس تاخذ هذاك الايزي فقط. اللي غتحتاج انت هو ترجع من بعد 3 ايام ولا 4 ايام تكونترولي واش خرج لك الايزي، ما كاين حتى شي مشكله، ما كاينش حتى شي حاجه. الا كان شي حاجه تيرسلو تيقول لك راه خاصك تبدل تغير، ما كان حتى شي والو راه تيقول لك راه دي اس او كومبيلادا اي بروتوكولادا يعني اتيستادا اي بروتوكولادا، يعني هنا راه الايزي صحيح صافي وما عليك الا تسنى في اخر الشهر وراه غادي يعطيوك المبلغ ديالك. هاد يعني هاد الايزي راه ماشي صالح غير الناس اللي عندهم الريديتو ديال سيتادينانسا، راه صالح حتى لهاد البونوسات اللي غادي داروا دابا جداد في هاد السنه ديال 2021. لهذا راه من الضروري كلكم ديروه، وانا ننصحكم ديروا هاد الايزي الا اذا كان اشخاص يعني عندهم حاجات او اسئله مغايره ما عليه اللي كتبوا وراه ان شاء الله غنحاولوا نجاوبكم باذن الله. وفي الاخير تنطلبوا من الاخوان والاخوات يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يبقى يوصلهم دائما الجديد، وضغط لايك وبارطاجي الفيديو مع الاخوان والاخوات ديالك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.